رجعنا من جديد المشاهدون الأفاضل، نواصل في باقي فقرات برنامج هلاليك، والآن مع فقرة المجتمع مع البروف محمد صالح أيوب، ويحدثنا عن ظاهرة التسول. صباح الخير أستاذ. صباح النور. شرفتنا اليوم سعادة البروف في تلفزيون تشات، شكرا جزيلا. الله يحفظك. سعادة البروف، دارين نتكلم عن ظاهرة التسول، عرفنا بها. هي ظاهرة التسول هي الظاهرة التي تخالف نوعا ما قواعد الاجتماع الإنساني. نعم. قواعد الاجتماع الإنساني تقوم على المنفعة المتبادلة. نعم. أخذ وعطاء. إذا اجتمع الناس وقرروا أن يعيشوا في مجتمع، هذا يعني أن كل واحد منهم يشارك في هذا التجمع. فجأة يأتي واحد ويقول أنا أريد منفعة بدون أن أعطي. نعم. الاتكال معناته. هذا هو التسول. هذا هو التسول، وهذه يعني طالما أنها تخالف الاجتماع الإنساني فإنها يعني أثارت العديد من العلماء والباحثين والحقيقة المصلحين الاجتماعيين، لأنهم شافوا شيء غريب. الناس كلهم بيشاركوا في واحد آخر ما بيشارك، بدور بيأخذ بس. نعم. وبطرق في بعض الأحيان فيها شوية الالتواء. وهنا يعني في اجتهادات لتفسير هذه الظاهرة، لماذا الناس كلهم بيجيبوا زي الدبلية، يعني الناس كلهم بيجيبوا أكلهم، واحد بس بدور بيأكل بس ما بيجيب، هذا المتسول. فهنا بدأ العلماء والناس المهتمين بالمجتمع بدي يشوفوا ليه واحد من المجتمع يخرج عن القاعدة. فبدأ البداية الأولى كانت المظهر أو النظر الاقتصادية، السبب هو أنه فقير، أنه ما عنده. ودي طبعا يعني حقيقة أخذت، يعني أنت الآن لو تشوف ما كتب عن ظاهرة التسول في العالم معظمه يقوم على أن هؤلاء الناس فقراء. طيب هذا يرجعنا لأسباب التسول. ما هو هذا يعني السبب، كأن التفسير للظاهرة السبب رقم واحد هو أنه فقير. نعم. الآخر، التفسير الثاني تفسير قانوني. التفسير القانوني بيقول شنو؟ الشخص ذا اللي بيتسول ممكن أن يسرق، وكأنه يسرق من المجتمع على اعتبار أنه طالما أنه لا يعطي، ما في تبادل، يعني ما في أخذ وعطاء، هذا يعني أنه يسرق. إذن ما هو الجانب القانوني؟ كيف تكيف ظاهرة التسول قانونيا؟ وبالتالي ما مدى، هل يعاقب عليها، يدخل السجن ولا يطردوا من البلد؟ وانت في جاتني لاحظتوا أنه في ناس قالوا والله الناس دي لازم نطردوهم برا. في الناس في عامل رقم ثلاثة اللي هو قالوا لا، الموضوع موضوع أخلاقي. هؤلاء الناس قد يكونوا عميانين، قد يكونوا مكرسحين، وقد يكون عندهم أي عاهات أو معاقين عموما، وهذا يعني أنه والله التسول عنده يعني ناحية عاطفة، يعني أنه والله في ناس ضعاف في المجتمع، وبالتالي بيستغلوا هذه النقطة، والناس على المجتمع أو على الناس أن يعطوهم بغض النظر عن مساهمتهم في المنفعة. في حقيقة جو ناس شوف، الجانب القانوني والجانب الاقتصادي والجانب الأخلاقي، إخواننا في علماء الاجتماع قالوا لا، الثلاثة دي كل ما يفسر ظاهرة التسول. ظاهرة التسول عندها تفسير آخر، وهو شنو؟ تنازل أفراد الأسرة عن القيام بواجباتهم. جميل. تفكك الأسرة. أنت بمجرد تشوف تسول، هذا يعني أن هذا الشاب أو هذه المرأة، هذه تربيتها، البيت اللي قامت فوقها، أبوها وأمها، جيرانها، الناس ديل ما نبهوها لأن هذا الشيء خارج عن القانون أو خارج عن القاعدة. فإذا الآن المسألة ما مسألة فقير، ولا مسألة تجاوز القانون، ولا مسألة أخلاق، هي المسألة مسألة تربية وتنشئة اجتماعية. تربية وتنشئة اجتماعية. ومن هنا بدأت الدراسات الآن يكاد يكون، مش نقوله يعني التوجه، لكن انحرفت هذا قال إذا المسألة مسألة أسرة. نعم. مسألة جماعة، مسألة قرية، مسألة بلد في بعض الأحيان، لأن في بعض البلدان الآن مش تشجع لكنها لا تهتم كثيرا بمسألة التسول. زينا نحن مثلا في تشاد. نعم. نحن في تشاد حقيقة ظاهرة التسول من الظواهر التي لا يهتم بها المجتمع، لا يوليها عناية. يعني نحن في إطار العلوم التربوية وفي إطار بعض الإخوة الآن بدأت الدراسات، الآن بدأت تشوف ماجستير في التسول، تشوف بحث تخرج في التسول. من هنا بدأ الناس يقولوا والله صحيح
أو كمان ما نسميه نحن في بعض الأحيان وجها لوجه. يعني الإنسان ماشي في الشارع كده تلقى ناس يجوا من كثرة تجمعهم في التسول في دائرة من دوائر الشوارع ممكن ما يخلوا السير يمشي بشكل كويس. أيضا ده شنو؟ دول الناس جايين من وين؟ دول ده أجانب؟ دول ده نوع الرجل يقول النساء والنساء يقولنا الرجال والكبار يقولوا صغار والصغار يقولوا كبار، وكأن الناس دي جايين من الكوكب آخر. هم في الواقع مارقين من بيتي أنا وبيتك أنت وحارتك أنت وحارتي أنا. إذن الآن بدينا نقولوا لا، إذن المسألة دي يجب أن تدرس، وكويس أنه كنتوا الآن نادوتوني هنا. بدينا الآن حتى في الجامعات، يعني الآن أنا عدة رسائل شفتها سواء كان أبحاث تخرج أو أبحاث رسائل ماجستير بدأ الآن ولا التسول في أنجمين، التسول في تشاد. وفعلا هذا التسول الحلول جات كيف؟ أو ما نسميه نحن في بعض الأحيان الوقاية. دكتور بروف، قبل ما نمشي للحلول، هل الأشخاص المتسولين يشكلون خطر كده في المجتمع بصفة عامة؟ بشكل من الحاجات حسب نظرتك أنت لهم. أخونا الاقتصادي بينظر لهم أن الناس ديل قاعدين ما بينتجوا، قاعدين بياكلوا. نعم. لا سامحوني، يعني تعرف الرأسمالية دي صحيح. زعلانة جدا من المتسولين. ليه؟ لأن هي بتشوفهم لا بيبيعوا حاجة ولا بيشتروا حاجة، بالتالي هم ما أعضاء فاعلين في الرأسمالية، ما يساعدوا في الاستثمار، ما يساعدوا في زيادة الجيوب. فإذا معناها ما داعي لهم، حتى لدرجة أن متعرفين في بعض الدول في أمريكا اللاتينية يضربوهم بالبنادق للمتسولين، على اعتبار انه طالما ان نحن اقتصاديا ما بتنتجوا لنا قاعدين ليه؟ ما عندهم فايده. ما عندهم فايده اللي خليك. لكن لا، المساله هذول ناس الاقتصاد، جو ناس القانون فتحوا السجون. يعني هسه الان الدول شويه فيها شويه دكتاتوريه، ما تشوف احد من المتسولين في الشارع. انا في شخص في انجمين هنا جاني قال لي والله في رواندا ما تشوف اي متسول، لان الرجل هناك عامل فيها عسكريه قويه، ف مانع اي واحد متسول ان يمشي في الشارع. طيب بروفيسور، عنده انواع تسول؟ لا هي الانواع الاربعه دي، في تسول اقتصادي، في تسول يعني اخلاقي اللي هو الناس المعاقين عندهم ظروف صحيه حتى ولو كان في بعض الاحيان قد لا تكون حقيقيه، في تسول طبعا اجتماعي، وفي تسول يعني صراحه يعني بعض الناس الان يلفوا دور. لكن في التسول القانوني، القانوني شنو معناه؟ شخص يريد ان يخفي جريمه معينه يلبس ملابس متسول، يدخل بيوت متسول، ويسوي وبعض الاحيان حتى يدخل في بنوك بصفه التسول. فاذا التسول قد يغطى قانونيا، قد يغطى اقتصاديا، قد يغطى اخلاقيا، لكن الذي لا يغطى هو التسول اللي نحن ندخل ليه بمدخل اجتماعي. نبدا نعدل اسرتنا. انت بمجرد تنظم اسرتك وتجعل كل فرد من افراد الاسره يتحمل مسؤوليته تنخفض ظاهره التسول. وعملتها بعض الدول ببرنامج اسمه الرعايه الاجتماعيه. الرعايه الاجتماعيه دي شنو؟ يمشوا تعرف زي حاجات الانذار، يعني زي علامات، زي اشارات الانذار، يعني كان الاسره دي انتبهوا، الاسره دي ابوهم ده توفي وفي بنات وفي اولاد قاعدين، الاولاد ديل انتبهوا لهم. تجي الدولة تتدخل تقول والله كل أسرة توفى والدها يجب أن يكون عندهم دخل لكي لا يتسول. أيوة، يمشوا مثلا يشوفوا مكان معين، ما ليش يعني ربنا يستر، لكن أسرة معينة تم سجن رب الأسرة، وقد يكون السجون طويلة. إذا الأسرة دي بتاكل شنو تشرب شنو؟ يجي الرعاية الاجتماعية وتغطيها. نفس الشيء الأمراض، يعني بعض الأحيان تأتي أمراض سواء كان في شركة ولا في عمل ولا كذا، تأتي أمراض والإنسان ما يؤدي عمله كما هو في السابق. إذا الآن أسرته دي من الذي يرعاها؟ تجي الدولة تتدخل. طبعا جميع الأمراض بالمناسبة، جميع المعاقين الآن في 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 بلدان معينة بمجرد تتوقف عن العمل بمعنى آخر العطالة، تجي طوال الشؤون الاجتماعية تنزل لك كفالة معينة بسيطة إلى أن تجد عمل. بروف، دي في الدول الاخرى وجعنا كده وصلنا الى نهايه الفقره دي، يعني احنا مطلوب مننا كتشاديين ولا كدوله كده ما هي الاشياء المطلوبه؟ مطلوبه نوعين يا بنتي. نعم. رعايه بمعنى اخر وقايه وعلاج. الوقايه هي ان نحن نبدا ننظم اسرنا. نشعر الاب، نشعر الام، نشعر الاخ الاكبر ان هي الشخص المتسول ده ما جاي من المريخ. وما جاي من ما واقع من السماء، خارج من بيوت، البيوت دي يشعروها انه والله في مسؤوليه تجاه هذا المتسول.
وبالتالي يرجع اليها ويدعم، يدعم بالرعايه. رعايه شنو؟ انتم ما لا وليدكم دخلتوا مشى بشحت، قال والله نحن ما عندنا اكل ما عندنا شرب، اذا وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الرعايه الاجتماعيه تتدخل. والعمل الان اخواننا في البلدان ذات الطبيعه الاشتراكيه عندهم لدرجه مزارع العمل الاجباري. يعني هسه الان في روسيا والصين لو شخص متسول شاف يقول زلزك الرجل كويس طوالي بودوا المزرعه يشتغل وياكل ويشرب والسلام عليكم. نفس الشيء الناس المعاقين، يعني انت معاق اسال، انا عشت في ليبيا، في ليبيا لو انا شاف واحد بيشحط طوالي بشيلوه بودوا الرعايه الاجتماعيه بيفتشوا له تكوين وتدريب ويفتشوا يلقوا له عمل. شكرا بروفيسور. ان شاء الله من هنا رسالتك وصلت لوزاره الشؤون الاجتماعيه وتقوم بعملها وما نشوفهم متسولين في الشوارع التاديه ان شاء الله. شكرا جزيلا مره ثانيه سعاده البروف. شكرا سعاده البروف محمد النظيف يوسف، شكرا لكم. الله خير. انا بس كان عندي اضافه عشان الوقت انتهى، لكن من الحلول الاساسيه لموضوع منع التسول، لا يمكن للدولة أن تمنع التسول، ولكن المجتمع المدني، الجمعيات الخيرية، الدولة يجب أن تدعم المؤسسات الخيرية هذه، وبالتالي المؤسسات الخيرية يمكن تدعم هؤلاء المتسولين الضعفاء في أي مكان. تخيل أن جمعنا في أي حي في ناس ما شاء الله عندهم شفافية وجمعية خيرية، ينتهي التسول مع دعم العمل الخيري الحقيقي كما قال البروف موضوع الرعاية الاجتماعية، وبالتالي المجتمع المدني الخيري هو الذي يقي مشكلة التسول في شكرا بروفيسور. شكرا إن شاء الله الرسالة وصلت. جزاكم الله خير مصطفى.